ماشي الحال ولا مو كتير؟ في أي سؤال شباب؟ وليد واضح الكلام كله؟ لا ماشي. أنا الفكرة اللي يعني يعني الفكرة إنه من خلال إذا تسمحي لي يا دكتور ندى بس ألخص شوية الفكرة الأساسية إنه أنا بدي ألك إعراب هذه الجملة وهذا البرت بسبيك تاجي مثلاً أعرف إن هاي في لها احتمالين تيجي بالنسبة طبعاً مش للإنسان الكمبيوتر اللي بيعرف إنه الريس دي إنها تيجي نام مثلاً ولا فير كيف بدي أعرف من خلال اللي هي اللي حواليها كديش احتماليات اللي حواليها بتقرب إنها هاي الشغلة نام أو فير كيف بيكون في عندي كوربوس معمول له تاجين فأنا بصير أقارن تيجي جملة جديدة هلا غير الكوربوس تيجي جملة جديدة بصير أقارن إنه بهالأشياء اللي يرد في الكوربوس هذا بالمدونة إنه كديش احتمالية في يعني من خلال اللي حواليها كديش احتمالية إنها تبقى فيرب ولا نام؟ بس الطريقة الأولى أسهل. هلا رياضية ما هو هاي هلا العملية هاي معقدة بالنسبة للكمبيوتر ففي عمليات تبسيط للفكرة ولا أنا غلطان دكتور أنا ده؟ هلا هي ما أنا معقدة بالنسبة للكمبيوتر لأنه أنا أعطيته يعني هي رياضية يعني هي إذا هو بده حيطبق هذا الأرض ماكسيمايزيشن لهالتابع اللي هو في تي 1 تي 2 في تي 2 على باعتبار أن تي 1 قد حدث وهكذا إذا التابع موجود تابع رياضي أنا راح أعطيه للحاسب وبالمدونة راح أستنتجهم هدول يعني أنا من المدونة مرة واحدة في بداية المدونة بعمل تدريب عليها وبستنتجهم هدول البي تي 1 بي يعني البي لأنه التاج نعم تحدث وردت عندي بهالمدونة بصفر فاصلة كذا مرة احتمال إنه مرودة فإذا هدول الاحتمالات كلهم أنا حددتهم مرة واحدة على المدونة هاي وحطيتهم عندي بالحاسب هلا وقت تجيني كلمة جديدة مثل الريف بهالجملة هاي فرح أروح بس أخلي يطبق هل القاعدة أو الصيغة هاي اللي هي أرض ماكسيمايزيشن ويروح يجيب لي هالقيم هذول اللي خزنتهم انا اصلا وحتى بالسياق تبع الكلمه هاي يعني مثل ما قلت انه هون انا الريس في عندي احتمالين اما فيرب او ناون حتى بالسياق تبعيتها رح يلاقي لي اي اكثر احتمال لإلها ولكن كله هذا مخزن يعني انا البروبابيلتي تبع الان ار انه يصبحها فيرب هي او مثلا probability تبع adjective تنطبق بناون مخزنتها انا مسبقا من المدونه فما رح ارجع احسبها مره ثانيه والprobability ل يعني كل تاجين ورا بعض الاحتمال تبعيتهم مخزن مسبقا والكلمه نفسها انها تاخذ مر الفيرب مره فيرب ومره ناون كمان هي احتماليتها مخزنتها من المدونه انا فهلا بس تجي تطبق التابع الرياضي عليها على الرياضي وبشوف أنو أفضل تأخذ التاج ذر ولا تأخذ التاج ناون ضمن هالسياق الجديد اللي إجت فيه بس وبالتالي هي أسهل وفي عندي يعني أنا في عندي برمجيات جاهزة للأش إم إم موجودة أنا بس بتحط لها يعني أنا بس هون لحجيب المدونة واستنتج منها الاحتمالات وطبق عليها خوارزميات الأش إم إم بشكل جاهز يعني حتى ما في داعي إني أنا أشتغل الأش إم إم بإيدي لو هي طابع رياضية جاهزة. ماشي دكتور أنا. ماشي. هلا الطريقة الثالثة اللي هي جمع بيناتهم، جمع بين الطريقتين، هي إذا هي بسميها ترانسفورميشن بيز تاجينج، هي جمع بين طريقة الرول بيز والطريقة الإحصائية. هلا شو الهدف منها؟ الهدف إنه أنا عندي نص جديد رح روح كمرحلة أولى رح روح استنتج قواعد أول شيء كمان رح يكون في عندي مدونات حدا نفس المدونات اللي حدا عملها تاجين مسبقا رح روح أعمل نظام تعلم آلي طبعا أنتوا يفترض هلا ذكاء صنعي وبالتالي أخذين يعني أخذين شيء طرق تعلم تلقائي شيء طرق التعلم ماشين ليرنينج نعم ايه اوكي فاذا انا من هالنصوص اللي معمل لها انوتيشن مسبقه رح طبق عليها توابع او يعني نظم للتعلم الطرق التلقائي ليتعلم قواعد ال وضع التاجات فاذا استنتج
بالقواعد يكون رح استلزم المدونات سبق وحدا عمل انوتيشن ورح اطبق عليها رح اطبق هالقواعد هي من جديد على النصوص الجديده اللي رح تجيني. اذا من نصوص حدا سبق وعمل لي الانوتيشن تبعها حط لي التاج تبع كل كلمه منها رح ادخلها على نظم تعلم تلقائي رح استنتج منها قواعد طبقها لحتى احدد الباث اوف سبيتش تاعي وقت تجيني نصوص جديده رح اخذ هالقواعد هي وطبقها على نصوص جديده. فاذا عندي هون كمان مرحلتين، مرحله تدريب لحتى اقدر استنتج القواعد اللي رح تعملي الباث اوف سبيتش تاجينج، ومرحله تمرين هالقواعد هي على النصوص الجديده. ف يعني الفكره يعني هون اللي تخيلوها بالسلايد بتصور 37 عن كون عندنا ثلاث تلقين. تخيلوا الفكره انه انا عندي نص جديد، اذا عندي لوحه بدي لونها تلوين، فبروح بشوف شو مثلا عندي لوحه بيت وسماء وعشب حوالي، فبقول انه بشوف شو في اعم شيء عندي هو السماء، فبروح بلون كل اللوحه ازرق، بعدين بجيب فرشاية اصغر وبلون البيت مثلا بني، وبلون العشب اخضر بفرشاية كمان نفس هذا، برجع بدي لون البواب فبلون فرشاية اصغر. فهي فكره انه انا القواعد تبعيتي كيف رح تطبقهم، انه القاعده رح تطبق قاعده عامه بتقول لي مثلا انه ال ال مثل ما قلت البوك رح تجيني نار على الاغلب. اذا اول قاعده بتقول لي انه البوك هي نار. تجي قاعده ثانيه بتقول لي انه البوك اذا قبل كذا وبعد كذا لا حولها لحتى تصير اذا مثلا قبل تو بروح حولها هالتاك تبع البوك اللي كانت ناون حول لي اياها لفيرب. اذا هي قواعد عم تحدث لي تقوم بتحديث يعني ابديت للتاجات اللي انا سبق وحطيتها بشكل كثير سطحي واولي بدائي. هلا مثال عليها بالسلايد 38، اذا عندي جمله the president said he will ask congress to increase grants to states for vocational rehabilitation. فالقواعد رح تكون من الشكل replace اربوا للصفحه اللي بعد منها للسلايد تبع اللي بعد منها. عمليه التاجنج شو رح تكون؟ رح تكون اول شيء باني هالنص الجديد هذا اللي هو هالجمله هي رح روح جديد تاج يعني والخوارزميه تحط لي لكل كلمه كل التاجات المحتمله طبعا وراح اخذ انا بابسط حاله اعم تاج لها يعني مثل ما قلت اكثر تاج احتمالا يعني البوك بهالحاله هي رح تاخذ النوم. اذا رح روح جيب هالجملة هي to increase grants to state for vocational rehabilitation هي الفريز. رح نروح نجيب تاجر بسيط هذا التاجر الستاتستيك اللي قلت البيز لاين اللي بيعطيني لكل كلمة شو هي أعلى احتمال إنها تكون تاج. رح لاقي إنه بالسطر اللي بعده إذا بتلاحظوا بالمثال بالجدول هيك مثل جدول صغير محطوطة الفريز to increase grants to state for vocational rehabilitation. بالسطر الثاني عملت الخوارزمية البسيطة اللي بتعطيني لكل كلمة أعلى تاج لها، فطلعت 2 تاخذ تاج 2، الانكريز بتاخذ تاج ان ان، الجراند بتاخذ تاج ان ان اس يعني جمع، 2 هي 2، الستيت هي ان ان اس، الفور هي ان، الفوكيشنال هي ادجكتيف، ريهابيتيشن نعم. هلا جيت طبقت قواعدي اللي تعلمتها، هلا شوف كيف بدي اتعلمها، اذا طبقت قواعدي القاعدة الأولى لاحظوا تحت موجودة هي القاعدة الأولى بتقول لكم replace noun with verb when the previous word is to. يعني بروحوا على كل هي الجملة هي وين ما لقيتوا noun يسبقها to فقلبوها verb لأنه هي طبعا لما بتجي to فالأغلب إنه اللي بعدها يجي verb وليس يجي noun.
إذا هاي القاعدة الأولى، فهالقاعدة الأولى راح تروح تغير لي التاج تبع الانكريز تحطها ذير. القاعدة الثانية شو بتقول لي؟ بتقول لي replace to with n when the next tag is n n n. يعني وين ما لقيت بهالجملة هاي to بتبعها n n n، فبروح حولها هالتو هاي حولها ل n ل يعني مثل حرف جر. فالناتج تبع الرول 2 اذا تغيرت الستيت او النمط تبع الـ 2 للـ N، وبالتالي الاوتبوت صار الـ 2 هي 2، الانكريز هي فيرب، الجرامب N and S، الـ 2 هي N، والستيت هي N and S، والـ 4 هي N، والافوكيشنال هي adjective، والريابيليتيشن هي N and S. وبالتالي انا اذا عم طبق قواعد، اذا المرحله كمان هون عندي مرحلتين، المرحله الاولى تحط شو هي الاحتمال الاعلى لهالكلمه للتاج تبع الكلمه. المرحله الثانيه تطبق مجموعه قواعد، ولكن هون اللي بيفرقوا عن القواعد، لاحظوا هنيك القواعد كان لهم شكل مختلف، كان قواعد عم احذف تاجات من مجموعه التاجات. هون القواعد عم تعدل لي التاج لتاج اخرى حسب السياق تبعها. هلا كيف بدي استنتج هدول القواعد؟ مثل ما ذكرنا السلايد اللي بعده بتشوفوا شكل النظام. اذا عندي نظام للتعلم التلقائي، الهدف منه انه بوجود مدونه عليها التاج الصحيحه، وبوجود هلا بحط انا شكل للقواعد اللي عم ببحث عنه، طبعا انا ما فيني اعمل تعلم تلقائي بدون شيء، بحط شكل للقاعده اللي بدي اتعلمها، وبدي احاول اني وصف هل النص اللي عندي بتطبيق هالقواعد يعني بتعلمهم شيئا فشيئا لحتى يصير نص صحيح 100%، التاج تبعه صحيحه 100%. ف السلايد اللي رح ارجع دوري للسلايد اللي هو 43. إذا ال 43 والحقيقة بس على 44، بس أشوف شكل القواعد. شكل القواعد بال 44 بيعطيني إنه أنا إذا القاعدة اللي أنا عم ببحث عنها واللي عم بدور على إني لاقيها هي شكلها change part of speech tag A to part of speech tag B في context معين. فالcontext هذا رح يكون من نمط يعني عندي نوافذ بس رح اعبيها، يعني انا رح اقول له انه اذا كانت التاج اللي قبلها كذا والتاج اللي بعدها كذا فحولها هيك، او التاج اللي قبلها كذا والتاج اللي بعدها واللي بعد بعدها كذا فحولها هيك. اذا في عندي نوافذ او سطر رح اخلي القاعده تحاول انها تعبيهم ضمن التعلم التلقائي. طبعا هالشيء هذا رح تحد عمليه التعلم، لانه اذا ما حديتها ففي عندي اشكاليات بتعقيد الخوارزميه. هلا لحتى استنتج مجموعه القواعد هي، اذا نرجع لل 43، فاذا القاعده الخوارزميه بتقول لي while there are useful rules to be found، في عندي training corpus فوق طبقت عليه مثل ما قلت البيز لاين سيستم اللي ذكرته اللي هو اعلى التاج لاعلى احتمال، طلع عندي كوربس جديد معمل له تاجينج معين. طبعا التاجينج في اخطاء. هلا بدي استنتج القواعد، فكيف بدي استنتجهم؟ بقول طالما في عندي يوسفول رولز تو بي فاوند، فايند ذا رول هوز ابلكيشن ريزلت ان ذا جريتست ريدكشن ان ايرور ريت، وابلاي ذا رول تو ذا تاج كوربس. يعني هالكوربس هذا اللي نتج عندي بعد ما طبقت الطريقه البيزك، بحاول شوف شو في عندي قواعد هون تتطبق، طبقها وشوف قديش تحسنت نتيجه هالتطبيق، يعني قديش صارت قريبه من الصحيح، لانه هالمدونه هي مثل ما قلت انا عندي اياها تاج صحيحه، يعني هالمدونه عندي لكل كلمه تاج صحيحه لها. فبيجي نفس المدونه هي بشيل عنها التاجات بحطها كانت تريننج كوربس، بطبق عليها البيز لاين سيستم
وبيطلع عندي كوربس جديد محطوط له تاج، ولكن باك في اخطاء. هلا بحاول اني طبق قواعد جديده من هالنمط هذا، لانه بتعتمد على التاج اللي قبله والتاج اللي بعده، وبشوف قديش طلعت، شو طلعت معي النتيجه، وبشوف يا ترى قديش المسافه بعيده عن النتيجه الصحيحه، وبرجع بطبق قاعده خاصه اكثر، وهكذا لحتى يطلع معي قواعد كلياتها. عمليه تطبيق القواعد هي تتبع عمليه تعلم تلقائي، اذا هي تعلم لايجاد القواعد المناسبه للتالي، ودي حتكون مثل ما قلنا هي من نمط تشينج بارت اوف سبيتش كذا، تصير بارت اوف سبيتش كذا اذا كان السياق تبعها من هالنمط. الشيء اللي بيعتمدوا عليه مثل ما قلنا، وبعدين لحتى يعملوا تاجي لقواعد لنصوص جديده بنفس الطريقه، ناخذ هالكوربس الجديد هذا اللي مع مو هو ليس هو مدونه التدريب، وانما نص جديد رح اروح طبق عليه البيز لاين سيستم، ورح طبق عليه القواعد واحده ورا الثانيه لحتى ما اوصل عند كوربس صحيح بنسبه معينه. دكتوره انت بتطولين ولا؟ لا تقريبا خلصت انا، هاي بس يعني اخر واحد، وبعدين رح اترك الباقي بس يعني بيشوفون هن بالنسبه للعربي. حسيت امثله عن المحللات الصوتيه العربيه، وشوفي عندنا بارت اوف سبيتش تاجر بالعربي كمان شغالين، فهدول فيهم يشوفون يعني هن ك نقول مفردهم، بس هون بقين عندي انه شو المقارنه بين الطريقتين، انه الترانسفورميشن بيست ليرنينج طبعا ممكن هون تستخدم فيها الكونتكست تبع القواعد يكونوا اعم من الاش ام ام اللي ممكن تاخذ بس بي جرام او 3 جرام، والرولز هن يعني ابسط للفهم بالنسبه للناس، انه انا كيف بدي اطبق القواعد، فهن ابسط بالنسبه للناس، في حين انه الاش ام ام مثل ما قلنا يعني هي طريقه رياضيه احصائيه بتعتمد على الاحصاءات اللي بتعتمد على النصوص اللي سبق انه جرى لها انوتيشن. اما من ناحيه التاجينج لانون وورد للكلمات اللي ما معروفه ما موجوده عندي ولا ببرمجه احصائيا، فهي مثل ما ذكرت قبل شوي بيعتبروا انه اغلب الكلمات اللي ما بنعرف شو تاج تبعيتها هي اسماء، لانه تقريبا بالشهر ممكن يجينا يعني في عندنا عدد كبير من الاسماء اللي ممكن تجي جديده على اللغه، وهالشيء هذا بيسمح لنا انه انا قلت انه كل الكلمات الجديده هي نوع بيكون فعلا عملت شيء اضافي. طبعا في عندي الطرق الاضافيه اللي ذكرت لكم اياها بالبدايه، انه انا بعتمد على التحليل الصرفي للكلمه، ومثلا اذا عندي بالعربي شغله بتقول قول مثلا واو ونون، فبعتبرها هي اسم، اذا هي الف وتاء بالاخير فهي هي اسم، فاذا بتعتمد على التحليل الصرفي لحتى تعطي احتمال اكبر لاحدى التاجات انها تكون هي التاج الصحيحه. وخبرت انا. طيب دكتوره بنأجل الاسئله، بنأجل الاسئله للمره القادمه، بس انا عندي سؤال سريع جدا بدي اساله. هل المعجم التفاعلي اللي بتدخلوا فيه بتستعملوه في البارت اوف سبيتش تاجر ولا لسه؟ هلا المعجم التفاعلي في لكل كلمه تاج معين، نعم. يعني تاجات الكلمه موجوده معها، ولكن هو مثل اي يعني اذا بدنا نستنتج هو مثل اي محلل صرفي، لنقول انه هو في بقلبه محلل صرفي، ولكن بيلزمه طبقه فوقانيه لحتى تحدد اذا اجتني كلمه مثلا كاف تاء باء، فبدي ممكن هذا المعجم التفاعلي يعطيني انه هي ممكن تكون كتب وكتب وكتب وكذا، بس انا بيلزمني طبقه اضافيه اللي هي طبقه البارت اوف سبيتش تاجر اللي تحدد في اي وحده منهم هي التاج الصحيحه اذا حدا بيحكيها، يعني انا هو مثل ما يشبه نقول قاموس، مثل القواميس هذول اللي ذكرتها قبل شوي بيجيني لكل كلمه التاج، التاجات الممكنه تبعيتها هي موجوده بالمعجم التفاعلي. موجوده بالمعجم التفاعلي، كم يعني عدد الكلمات كبير؟ في بالقاموس بالمعجم حوالي شيء 70,000 كلمة، بس طبعا 70,000 كلمة يعني ستيمد ولا جذور ولا لا هي مو جذور، هي في منها
جذور وفي منها ستيم، في منها ستيم وفي منها روت. يعني الكتاب وكتاب كلمتين ولا كلمة؟ لا هذول كلمة. احنا ما هلا يعني اذا بتدخل الكتاب كمدخل عندي بالمعجم التفاعلي المحلل الصفي اللي عنا اياه المبدأ الى الاول ما حيحذف التعريف ويبحث عن كتاب ضمن المعجم. فانا بالنهاية يعني انا ما عندي ضمن المعجم الكتاب وعندي الكتاب. عندي كتاب بس لا غير. طب يعني هذا طبعا بفيد هو للباكو في سبيش تاجر العربي طبعا، لكن هي مثل قاموس اضافي، يعني قاموس للستمز والباكو في سبيش المختلفين ممكن تكون الستم مقابله له، ولكن بيلزموا الطبقه اللي فوق منها اللي تحدد لي حسب النص اللي انا عندي اياها الكلمه. يعني انا كتب فلان الدرجه حسب السياق اللي جاي في الكلمة انه هي اي تاج منهم هي التاج الصحيحة. فبدي هالطبقة هي اللي بسميها البارت اوف سبيتش تاج. طيب اخر سؤال وليد. مساء الخير دكتورة. اهلا وسهلا. انت قلبك المعجم هذا موجود اوبن سورس ولا لا؟ هلا المعجم هذا يعني ما له اوبن سورس هلا مبدئيا، يعني مفتوح المصدر من جهه انه هلا فيك تستخدمه بشكل عام، ولكن نحن عم نحط هلا عم نعمل اي بي اي، عم نعمل يعني انترفيسز لحتى يقدروا العالم يطلبوها سيرفيسز، يعني ويب سيرفيسز، بحيث انه هل المستخدمين يقدروا يطلبوا الخدمات كلياتها عن طريق الويب. طب دكتوره يعني عشان هو يعني وليد بيسال السؤال هذا عشان هو كمان بيعمل ريسيرش تبعه على الموضوع اللي هو في عنده داتا بيس من الكلمات العربيه وبده يعملها اللي هي البارت اوف سبيتش تاجنج البوسيبيليتيز لكل ويب، بيقدر يستعمل الاي بي اي في الوقت الحاضر ولا لسه مش اونلاين؟